في أجواء من البهجة والسرور احتفل الأطفال بيوم اليتيم الذي تنظمه مؤسسة أبو العنين للنشاط الاجتماعي والثقافي، وهي الاحتفالية التي اجتمع بها عدد كبير من الأسر والأطفال الذين ارتسمت البسمة على وجوههم في الجمعة الأولى من شهر إبريل. ويأتي ذلك من منطلق حرص النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب والسيدة سمية أبو العنين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة لإطفاء الفرحة في حياة الأطفال الأيتام في كل عام. كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة الشهر الفضيل اللي هي كلنا بنشعر بيه كلنا بخير من جميع النواحي، من بداية من السماء سبحانه وتعالى بينزل علينا خير في كل لحظة، القلوب بتبقى جميلة والناس جميلة والخير كتير والدنيا كلها متراحمة. وأنا فرحانة جدا جدا النهاردة بوجود ولادي الصغيرين وحبايبي معانا، ودول يعني ولاد المؤسسة أجيال وأجيال من أطفالنا الحلوين بيبقوا بيتربوا على أساس المؤسسة بترعاهم طول المدة، من أول ما هم أطفال لغاية بيتخرجوا، ولغاية لو في بنت بتتجوز بنقدر نجهزها ونجوزها. أنا بقول لكل أم أنت بطل، أنت الراجل، أنت الست، إذا كان الراجل توفاه الله فأنت 100 راجل وإحنا كلنا حواليكي. ويكفي البشرة الجميلة اللي سيدنا محمد قال عليها اللي هيجي يوم القيامة، مين اللي هيزاحم سيدنا محمد في دخول الجنة؟ سيدة أم اليتيم. إحنا والله سعداء جدا جدا جدا، مبسوطين قوي باليوم السعيد ده وبنستنى اليوم ده كل سنة. ومبسوط قوي النهاردة يوم سعيد وبنستنى للسنة للسنة. وأنا بشكر الأستاذ محمد أبو العنين. يوم جميل وعظيم، واحنا بنشكر الحاج محمد عشان واقف معانا ومع الايتام. احنا بنشكر الحاج ابو العنين عشان كل بنستنى كل سنه الحفله بتاعته عشان بيفرحنا، وبنشكره جامد قوي. واقف معانا وقفه جامده جدا لغايه حتى الفانوس بتاع الاطفال بيعملوا، بيحط فيه شوكولاته، فيه بسكويت، بيسعد العيل من اي اتجاه او اي ناحيه عشان يخلي العيل مبسوط، بالذات العيل اليتيم. احنا بنستنى اليوم ده من السنه للسنه صراحه، ربنا يجازيه خير، الحاج محمد مش سايبنا في اي مناسبه. وعايزه اقول لك ان هو مقدم لنا كل حاجه، يعني لينا ولجهاز بناتي وكل حاجه صراحه، يعني مش سايبنا في اي مناسبه. بشكر الحاج محمد ابو العينين انه بيفرحنا باليوم ده، احنا بنستناه من السنه للسنه وبيفرح عيالنا. انا معايا 3 ايتام وفي اي مناسبه بيفتكرني. وبشكر الرئيس بتاعنا السيسي ربنا يخليه لينا، والحاجه سميه. هي احنا كمؤسسه بنرعى الطفل اليتيم والمراه المعيله يعني طوال العام، لكن احنا الحقيقه بالتعاون مع التحالف قلنا ان احنا نعمل يوم زي ما احنا بنعمل يوم، بس المغزى مش عمل يوم، لان احنا لازم نرعى الناس دي طول العام في الناحيه الماديه والمعنويه، ولو في مشاكل عندهم ولو في مشاكل صحيه لو اي حاجه احنا بنرعاهم. والكلام ده منذ انشاء المؤسسه من زي ما انتم عارفين من 40 سنه، واحنا يعني المراه المعيله، الطفل اليتيم، التعليم، الصحه، جميع المجالات من انشطه المؤسسه بنحاول ان احنا كله نجمع مع بعض في الاخر يبقى حاجه تفيد المجتمع، لان ده دورنا او ده يعني اهم حاجه بالنسبه للمؤسسات الاهليه انها تحس ان ليها دور تنموي وخيري وصحي وتعليمي للمجتمع. الميزه الحقيقه ان احنا لما انشئ التحالف من سنه وشويه احنا اول مشاركين فيه، وقلنا ان الميزه في التحالف ان احنا يعني قابلنا ناس صادقه، قابلنا ناس بتحب الخير صح من قلبها، بتحب البلد من قلبها، فاشتغلنا معاهم. وعلى اساس ان احنا قاعه البيانات اللي عندنا وان احنا كنا على مستوى الجيزه والمحافظات والصعيد نظمنا بقى كل امورنا، نظمناها بان احنا نشتغل مع بعض صح في وقت واحد، ان احنا نقسم نفسنا على مستوى جميع المحافظات والقرى والنجوع في وقت واحد. اللي بيشتغل كلنا بنشتغل ناسين كل واحد اسمه ايه، المهم احنا تحت مظله التحالف وتحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي فعلا بيدينا قدوه ومثل دايما للعمل، وان دي بلدنا وان احنا ما ننامش الا لما نطمئن على اولادنا اللي محتاجين او سيداتنا اللي محتاجين، لان ده دور مهم جدا جدا لينا كلنا كمجتمع. كما قامت مؤسسة أبو العنين بزيارة أحد دور الأيتام، وقامت بتوزيع الهدايا عليهم في فعاليات احتفال يوم اليتيم. تقام احتفالية يوم اليتيم في إطار مشاركة مؤسسة أبو العنين للنشاط الاجتماعي والثقافي ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو نشاط مستمر على مدار العام
على كافة المستويات الاجتماعية والخيرية.